بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أرحب بجميع المشتركين في قناة لغة العربية ديزاد، وأدعو غير المشتركين إلى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للاستفادة من الدروس الموجودة بالقناة. إذن هي قناة أنشأناها لتكون وسيلة للدعم المدرسي في مادة اللغة العربية، فيها دروس متعلقة بالنحو والصرف والعروض والبلاغة وغيرها. إذا ننتقل اليوم في هذا الدرس، وهو درس تمهيدي متعلق بدروس البلاغة، فنتعرف اليوم على معنى البلاغة وما هي العلوم التي تندرج تحت هذا العلم. إذا معنى البلاغة في اللغة نقول بلغ، بمعنى انتهى وصل وأدرك الغاية. وفي الاصطلاح هي إيصال المعنى إلى السامعين أو القارئين في أحسن صورة من اللفظ، هو أن يستطيع الإنسان أن يوصل المعنى إلى السامعين إذا كان متكلما، أو إلى القارئين إذا كان كاتبا، وهذا الإيصال يكون في أحسن صورة من اللفظ، يعني أن ينتقل الألفاظ التي توصل المعاني. ومنه قولنا هذا إنسان بليغ. فما معنى البليغ؟ البليغ هو الفصيح، لأن البلاغة أيضا تعني الفصح، والبليغ هو الذي يحسن الكلام و فصيح في كلامه، يستطيع أن يعبر عما في قلبه بأحسن العبارات أو بأحسن الألفاظ. أو هي صياغة المعنى بالألفاظ المناسبة، يعني أن تستطيع أن توصل المعنى بألفاظ مناسبة. أو هي ما يعبر عنه في كتب البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. ما معنى هذا الكلام؟ أي ملائمة الكلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون به وأحوالهم النفسية، يعني عندما تتكلم يجب أن تراعي أحوال الأشخاص الذين تخاطبهم وأيضا أحوالهم النفسية. فإذا كنت تتكلم مع أشخاص من العامة فالكلام يكون ملائم لهؤلاء الأشخاص، وإذا كنت تتكلم مع الملوك والرؤساء يكون الكلام أيضا ملائم لهؤلاء الأشخاص. أيضا أن يتكلم الإنسان في حالة الفرح غير الكلام في حالة الحزن، فهذا هو معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني يطابق الأشخاص الذين يخاطبون وأيضا الحالة النفسية. ولكي يستطيع الشخص أن يوصل هذه المعاني إلى السامعين أو القارئين يسلك في ذلك طريقة معينة نسميها الأسلوب، وهنا نتحدث عن أسلوب الكتابة، أسلوب الكتابة أو أسلوب الطريقة، الأسلوب هنا بمعنى الطريقة، الطريقة التي يسلكها الكاتب، يعني طريقة الكتابة. الأسلوب هو الطريقة التي يسلكها الكاتب لتوضيح ما يريد من معاني ونقل ما يريد من أفكار تأثرت بها نفسه وانشغل بها عقله. إذا لكي يوصل تلك المعاني يسلك طريقة معينة، فمنهم مثلا من يسلك الأسلوب العلمي، ومنهم من يسلك الأسلوب الأدبي، ومنهم من يسلك الأسلوب العلمي المتأدب، وهكذا. إذا هذا نسميه الأسلوب، وهنا نتحدث عن أسلوب الكتابة. ثانيا التعبير الحقيقي والمجازي. إذا ما معنى تعبير حقيقي وما معنى تعبير مجازي؟ إذا نحتاج هذين المصطلحين في دروس لاحقة بإذن الله. إذا التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. التعبير الحقيقي حقيقي، إذا تعبير حقيقي، إذا هو الذي تستخدم فيه الألفاظ في معانيها الحقيقية بلا خيال، يعني أن تعبر بالألفاظ فيما وضعت له في الحقيقة بدون خيال، مثل أبي كريم فهنا كلام حقيقي لأني أريد أن أبين أن هذا الشخص يتصف أو أبي يتصف بصفة الكرم، فالكلام هنا على الحقيقة. في الربيع تتفتح الأزهار وفي الشتاء تمطر السماء.
إذا هنا أيضا الكلام حقيقي، لأن في الربيع حقيقة تتفتح الأزهار وفي الشتاء تمطر السماء. إذا التعبير الحقيقي بعيد عن الخيال. على العكس من ذلك بالنسبة للتعبير المجازي، التعبير المجازي هو الذي تستخدم فيه الألفاظ في غير معانيها الحقيقية، يعني استعمال الخيال. فأيضا تستخدم هذه الألفاظ في غير معانيها الحقيقية لعلاقة معينة، مثلا علاقة المشابهة كما هو الحال بالنسبة للاستعارة، أو علاقة التلازم أو غيرها، مثل في الربيع تبتسم الأزهار. هنا الكلام مجازي أو تعبير مجازي، فإذا قارناه مع المثال الآخر في الربيع تتفتح الأزهار حقيقي، في الربيع تبتسم الأزهار مجازي. القرينة التي دلتني هي كلمة تبتسم، تبتسم دلتني على أن الكلام ليس حقيقي وإنما مجازي. في الشتاء تبكي السماء، فكلمة تبكي دلتني على أن الكلام ليس حقيقي وإنما مجازي. الآن لماذا يلجأ الأدباء إلى استخدام التعبير المجازي؟ لماذا يستخدمون التعبير المجازي؟ هناك الكثير من الأغراض لاستخدام التعابير المجازية. يستخدم الأدباء التعبير المجازي لإبراز عواطفهم، إذا يريد أن يبرز عاطفته أكثر، فإذا كانت عاطفة حزن يريد أن يبرزها أكثر فيوضحها بالصور البيانية، يوضح مثلا بالاستعارة، بالتشبيه إلى آخره. إذا كان لديه أفكار أيضا يريد أن يوضحها فيوضحها أيضا باستخدام المجاز، استعارة، مجاز مرسل إلى آخره. أو يمكن أن يكون الغرض للتأثير في السامعين أو في القارئين. أيضا الإمتاع، لأن الشخص الذي يقرأ أو يستمع سيستمتع بهذه التعابير المجازية. أو أيضا الإقناع، الإقناع التأثير في نفوس القارئين لإقناعهم، أو السامعين لإقناعهم. أيضا التنويع في الكلام، لأن الكلام إذا كان دائما على الحقيقة ليس فيه سيكون مملا، لذلك التنويع في الكلام، ننوع في الكلام. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي علوم البلاغة. إذا ما هي علوم البلاغة؟ البلاغة أو علوم البلاغة هي ثلاثة علوم. أول علم هو علم البيان، ثم علم البديع، وأخيرا علم المعاني. نبدأ أولا بعلم البيان. إذا من التسمية علم البيان، فهو يهتم بالتوضيح بالبيان، فيهتم بطرق التعبير عن المعنى الواحد، فهو يهتم بالمعاني. وما يهتم بالمعاني هو الصور البيانية، الصور البيانية مثل التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز بأنواعه، مجاز مرسل، مجاز عقلي إلى آخره. فعلم البيان يهتم بالصور البيانية لأنه هو يهتم بالمعاني، توضيح المعاني، بيان المعاني. علم البديع، بديع فهو يهتم بالتحسين، بالتزيين، طرق تحسين الكلام وتزيينه، يهتم بطرق تحسين الكلام وتزيينه مثل السجع، الجناز، طباق المقابلة، حسن التقصير، التورية إلى آخره. هناك الكثير من المواضيع التي يهتم بها علم البديع. وأخيرا علم المعاني، المعاني يهتم بمعاني الجمل، بمعاني التراكيب. إذا هو علم يهتم بطرق تركيب الكلام، يعني يهتم بالجملة، بالتراكيب، يشمل التقديم والتأخير، يعني تقديم لما قدم الكاتب هنا، لما أخر، ما هي الأغراض، الإيجاز والإطناب، المساواة، إذا لماذا أوجز، لماذا أطنب إلى آخره، أسلوب القصر، الأسلوب الإنشائي، الأسلوب الخبري إلى آخره. إذا كل هذه المواضيع يهتم بها علم المعاني، أي معاني الجمل. كل هذه الدروس سنراها في مواضيع لاحقة بإذن الله. هذا بالنسبة لدرس اليوم، وكما قلت هو درس تمهيدي فقط لعلوم البلاغة. تعرفنا فيه على مفهوم البلاغة، أقسام هذا العلم، من علم البيان، علم البديع، وعلم المعاني. سنتطرق في دروس لاحقة إلى كل هذه المواضيع المتعلقة بهذه
هذه العلوم درسا درسا بإذن الله. في الأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة القناة في المجموعات وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.